السلام عليكم. سلام. نعم، عندي سؤال للشيخ. الله سأل الله يغفر لي ولك. الشيخ الله يحفظك، وياك. في اخ اخوات البنات محتاجين، ولكن هو بينفق على زوجته واولاد زوجته مش اولاده هو. ايه يعني، عفوا، أعد سؤالك. الأول إن هو أعد السؤال من الأول. واحد متزوج هي عندها أولاد، متزوج وله ربائب. لا وله ربائب. أيوه. وله أخوات محتاجين للإنفاق. أخوات. أيوه. مش اخواته واولادهم، اختهم، اختهم متزوجه ولا لا؟ متزوجه ولكن زوجها لا يستطيع، يعني لا ليس عندها القدره، لا عندها اولاد، 5 اولاد يعني. يعني انت تسال الان، هو متزوج وزوجته لها اولاد معه في البيت، معه في البيت معه، ولهم اب ولكن لا ينفق عليه. ايوه، ضائعون يعني. طيب، انا ممكن نقول او اولاد اخته. طبعا ممكن قائل يقول الصدقه على ذي القربى صدقه وصله لها اجران، ولكن هؤلاء ايضا ضائعون. فاذا كان بالامكان، طبعا اخته، اولاد اخته اولى، لكن انصحه ان يسدد ويقارب جزء هنا وجزء هنا. يعني ينافس الانفاق. والله هذا ما اراه، والله اعلم. الأولى، أنا قلت لك إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران. فالقريب الأخت أقرب من أولاد من الربائب. علما يا شيخ من الربائب الوالد موجود، ولكن يعني يطلع على الإنفاق عليهم، يعني يوافق، لا يريد أن يوافق. ما هم، أنت تقول هؤلاء ضائعون وأولئك ضائعون أيضا، أنت ذكرت ذلك. نعم صحيح. الله يسلمك. جزاك الله خير.